أعود بكم لموقف من رائع جدا، وهو من هموم التوحد في عدن وفي صنعاء. لكن في 24 سبتمبر قبل الثورة حق سبتمبر بيومين، كان أكبر زحف عظيم جدا من كل المحافظات على المجلس التشريعي في عدن، لأنهم على أساس أنهم فعلا كانوا يريدوا الجنوب العربي حينها، لا يريدوا فعلا أن تكون مثلا صنعاء وعدن يعني واحدة. في هذا كان الزحف طبعا من كل المحافظات، ومن أرقى ما يمكن أن الشعراء والأدباء وكذا كانوا ضمنا، وكان يتقدم الصفوف كان مجموعة من الشباب وخاصة من الفتيات الطالبات يهتفن طبعا ضد هذه الأسماء التفرقة وأن اليمن واحدة. حتى أن القصيدة التي أتت حينها من أحد الشعراء الكبار يعني في اليمن، وهو عبد العثمان محمد السفير السابق، وهو من الشعراء المجددين، قال: لابد أن يعود ذو يزن، وسائرون يهتفون في عدن لمأرب وحضر موت لليمن. غدا ترى سنابك الخيول مجنونة تدوس آلهة، وتنتهي حكاية الدخيل إلى غيره، حتى يقول بعدين: وعايدون في الطريق طريقهم إلى معابد القمر. طبعا العودة بعدين لما عادوا المهاجرين وكل الذين كانوا فعلا في الخارج تحت سماء المهجر، عايدون في الطريق طريقهم إلى معابد القمر، عليه تنثر النساء والصغار ما أنبتت صنعاء من زهر، وطائر مغرد على فنى مرددا يمن يمن يمن. هذه القصيدة طبعا من ضمن القصائد التي كانت طبعا في يعني تجسد الوحدة. الشعب اليمني من أقصى إلى أقصى، شمالا وجنوب وشرقا وغرب، الوحدة كانت في أعماقهم ولا زالت هي موجودة. وإن كان الهم كبير جدا بالنسبة للوحدة وما حدث فعلا للوحدة، الوحدة اليمنية هي عندما مثلا خاصة أسس في سنة 71 الأدباء والكتاب كلهم اجتمعوا في عدن على أساس اتحاد الكتاب اليمنيين جميعا، وكان حينها البردوني، كان حينها القاوي، كان حينها الشماحي، وكثير من الذين كانوا موجودين فعلا. وكانت الوحدة حينها طبعا متجسدة في هذا.